أولا نحن نعلم جيدا أن السياسة الأمريكية سياسة قائمة على الجدلية، هذه نقطة جدا مهمة ويجب أن نضعها في الحسبان. النقطة يعني المهمة، كيف بدأت تركيا العمل على أن تشن عدوان في شمال شرق سوريا؟ ما هي يعني مباراة الرئيس أردوغان؟ ما هي المباراة؟ طبعا جميعها غير مقبولة وليست يعني ضمن الأشياء التي تدعي أن يقوم بتدخل عسكري. النقطة الثانية وهي المهمة، من هم اللاعبين في الملف السوري؟ هم روسيا وإيران ووجود الأمريكان إضافة إلى وجود تركيا. إحنا نتكلم عن 4 دول لاعبة أساسية في الأزمة السورية. لو نحلل مواقف كل دولة، روسيا لا زالت موقفها غير واضح بشكل علني.